لما بلغك خبر موت القذافي كان رد فعلك ايه؟ فرحة كل الليبيين ان شخص مارس الظلم والقهر طيلة 42 سنة مارس التهميش والاقصاء على الشعب، يعني اعتبر الليبيين بالكامل خلال 42 سنة غير راشدين، هو الموجود ما يكون مشاعرنا. ايه الجرائم اللي ارتكبها القذافي ضد اهل مصراتة حتى تعاملوا مع جثته بهذه الطريقة؟ مصراتة كيفها كيف اي مدينة اخرى، القذافي لم يترك مدينة الا واصابها بالاذى. مصراتة يعني لم يعني تكون يعني ضحية نظام القذافي، كل مدن ليبيا متساوية. لكن الدمار في مصراتة غير الدمار في باقي مدن ليبيا. والله هذا يرجع إلى حركة المقاومة اللي وجدت في مدينة مصراتة. وضعت جثة القذافي وابنه ووزير دفاعه في تلاجة في مصراتة وبقيت حتى قربت أن تتحلل والناس كانوا بيذهبوا إليها. مين اللي خد القرار ده؟ أنا كنت موجود في مدينة سرت. أنت بقيت في ساحة سرت. المعركة لم تتابع هذا الأمر أبدا ولا يهمني هذا الموضوع يعني على الإطلاق. إيه اللي يهمك طيب؟ أنت قائد عسكري، إيه اللي يهمك الآن؟ أن ننتصر في المعركة. أهل تورغة رحلوا من المدينة بالكامل، أصبحت مدينة خالية، انتشروا أو شتتوا في الأصقاع، قتل ناس كثيرين منهم. هذا الانتقام يعني هل كان له مبرر؟ كلمة رحلوا أنا لا أعرف لها معنى. أنا رحلوا نقول لك ربما غايب على الناس أن كلمة رحلوا، عندما تقدمت قوات التوار للقضاء على قوات الطاغية في منطقة تورغة انسحبت القوات مع أهالي تورغة. يعني هم اللي انسحبوا؟ نعم وهذه حقيقة. لم يطردوا من المدينة؟ أبدا، وهذه حقيقة مؤكدة في إمكانكم يعني الاستدلال عليها حتى من أهل تورغة، هل هم تواجدوا بعد قوات الطاغية أو هم فروا مع قوات الطاغية خوفا منكم من الطوار؟ خوفا من أعمالهم. إيه اللي عملوه؟ أنا أعرف أن هناك حرج في الحديث عن الجرائم خاصة أنها تمس الأعراض، بس الناس الآن تريد أن تفهم. في ناس تعاطفت مع القذافي، في ناس قالوا حرام اللي اتعمل في القذافي، ما يعرفوش القذافي عمل إيه في الشعب الليبي. فأنتوا بتتحرجوا لأنكم أهل قبائل وأهل عشائر، وتتحرجوا تقولوا ماذا فعل القذافي فيكم. قولوا للعالم ماذا فعل حتى تبرروا ما قام به الناس من انفعالات في هذا الأمر. من مظاهرة سلمية تنقلب إلى عملية قتل، قلب المجموعات السكانية اللي حولنا، من بينها كانت أداة من أدوات تنفيذ منطقة تورغة، شاركوا بصورة جماعية في أعمال الأعمال القتالية بكاملها، محاولة الاستيلاء على الأرض وتقسيمها فيما بينهم، اغتصاب النساء وبطرق لم أعتقد يرتكبها إنسان، شو نقول لك في هذا الموضوع؟ أنا النقطة دي بشايع، يعني تحديدا سمعت عنها كلام لا يتخيل ولا يتصور، عمليات الاغتصاب اللي قاموا بها الجماعية والاغتصاب يتم على مرأة الأب والأم، الاغتصاب للقصر، وهذه مواضيع حساسة احنا كمجتمعات شرقية ويعرف كل أهل الشرق ما تعني هذه المواضيع. القتل ربما يغتفر وما يتعلق بالملك والمال لأن يعني ممكن يغفر الإنسان لهذا، لكن عمليات الاغتصاب هذا شيء جريمة لا يمكن غفرانها. يعني سر من أسرار إصراركم على الانتقام من هؤلاء هو أنكم قضية العرض هذه قضية مؤذية إلى حد كبير، حتى أنا سمعت بعض أهل مصراتة يقولوا قد نتسامح في الدم، قد نتسامح في الأرض في المال، لكن العرض لن نفرط فيه.
نحن من قاتلنا في الميدان. ولكل اخوتنا اللي بينا نقوله احنا لا نجد يعني مشكله في التسامح معه، بالعكس يعني نملك اخلاق الفرسان، يعني في النهايه قاتلنا على الارض وهو قاتلنا، فهذه ليس اشكاليه هذه. لكن عندما يكون هناك جرائم اغتصاب او قتل الاسرى هذا هو موضوع ثاني. عندكم ادله على هذه الاشياء؟ اكيد لدينا، رغم سريه هذه المواضيع وخصوصيتها لا يوجد لدينا، ليس ادله، عدد كبير جدا من الاغتصابات. ماذا ستفعلون في ومين عرفت انهم قاموا بعمليات الاغتصاب؟ عرفتوا الاشخاص اللي قاموا بالاغتصاب؟ هو الاغتصاب غير يعني لا استطيع ان احدد في 10 او في 20 جرائم كبيره جدا تم ارتكابها، ولكن عندي ملاحظه نقول لك احنا لم ننتقم من احد. الاغتصاب ارتكب كثير من الليبيين في حق اهل مصر، ونعرف ولدينا الادله بوجود ذلك من قوات القذافي، وكان عمليه ممنهجه على كل نهي، لم تكن يعني حالات معزوله او فرديه، بل كان جزء من العمل الانتقامي والردع ربما يعني كان تعليمات القذافي انه يجب ان نطرد يعني وان يلقى بنا في البحر. أهل مصراتة تحديدا؟ نعم، وهذا إيه؟ موجود ومسجل وموثق، هذا كنا نسمعه يعني في الإذاعات المحلية، كان يقول يعني لمناطق مجاورة لنا يحاول أن يجد الفتنة، وبعض المناطق رفضت لذلك، أن الأرض أرضكم والبحر بحركم والميناء ميناكم والمصانع مصانعكم، وهذا هؤلاء لا يوجد لديهم شيء يعني. يعني كان يحرض نعم هو يلعب على هذا، يذهبوا للاستيلاء على هذا، لأن مصراتة مشهورة بالميناء وبالمصانع ومدينة مهمة، ثالث مدينة تقريبا بعد بنغازي وطرابلس. نعم ثالث مدينة هي، ولكن كان عملية واستغلت هذه الأطراف وكانوا وسيلة لتنفيذ هذا البرنامج أو هذا المنهج الممنهج يعني، ومن هنا كان. لكن الانتقام، لا يوجد انتقام، لم ننتقم من تورغة، لم نعاملهم بالمثل أبدا، لم تنتهك حالة عرض إلى الآن واحدة من التوار، لكن احنا نطلق على التوار الطيبين، يعني ناس شافوا أعمال بشعة جدا والله ما ارتكبها جنكيز خان في اقتحامه للمشهد. ما هو أنتم لم تدونوا، أنا طوال الأيام الماضية وفي زيارتي السابقة سمعت عن حجم جرائم مرعب، لكن مجتمع محافظ ومنغلق ولا يتحدث عن هذه الأشياء. يعني أنا كنت أخشى أنك مش هتتكلم عن الاغتصاب، لأن أنتم بتتكلموا بحساسية شديدة في هذا الموضوع. نعم، وهذه واحدة من مشاكلنا، يعني جميع الأشرطة النقالات أو جميع الموجودة صور النقالات كانت تائر، أول ما يجد الصورة يتم فورا حرق الصورة هذا. يعني وهي أدلة واضحة، كانوا يغتصبوا النساء. صحيح. والزوجة أمام زوجها وأبنائها. الأم يعني الرجل يشاهد زوجته أو ابنته أو أبناء الصغار حتى من الصبيان كانوا يغتصبون أمامهم. كان الجد يغتصب أمام أولاده، وهذه كانت يعني شفت مقاطع من هذا، وكانت أول المشكلة أنها كانت تصور وانتوا يعني ونجدها بعد الصور قالوا احنا في أشرطة فيديو عليها الأشخاص، ونجدها عند الأسرة اللي نشدوا فيهم احنا، موجودة في حوزتهم، وكانت مباشرة تعدم هذه لحساسية. يعني لما تأسروا ناس من الكتائب تجدوا على تجدهم مصورين عملية الاغتصاب، أول النقلات ما تشوفها تلقى الصور كلها، وكانوا يعني سعداء بهذا الموضوع، ومع ذلك لم ينتقم أي تاير شاف هذه الأعمال البشعة هذه، ويعني حتى في علم النفس ربما تلقى ردود من هذا القبيل.